اليوم نحفل جميعا ونسعد أن نكون بينكم ومعكم لنستمع ونطلع على خطة الجامعة إن شاء الله للمبادرة التحول الفصول الثلاثة. وما هذا اللقاء إلا ثمرة لهذا التوجه السامي الذي يشرك الجميع في العملية التعليمية كي يقف الكل على مجريات هذا التحول إلى الفصول الثلاثة. ما سيطرح في هذه الورشة أو ما سأطرحه لن يكون بلا شك لن يكون نهائيا، إنما هي مجرد آراء وعصف ذهني معكم نستجدي فيه تجويدكم وتحسينكم لهذه المقترحات. اللجنة الدائمة للخطط الدراسية وإدارة البرامج والخطط في الجامعة عملوا بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، وقت الدوام خارج الدوام، تواصل، اجتماعات منفردة، اجتماعات متصلة مع العمدة أنفسهم أو وكلائهم أو منسقي البرامج. تتراوح مدة الفصل الدراسي ما بين 12 و 13 أسبوعاً شاملة لفترة الاختبارات النهائية، وتدرس على مداها المقررات الدراسية. نجدد الترحيب بكم في الجلسة الثانية لورشة العمل حول الآلية التنفيذية للتحول إلى الفصول الثلاثة. في أي نظام جديد على المستوى سواء السياسي أو الاجتماعي أو حتى الأكاديمي التعليمي سيكون هناك تغيرات وسيكون هناك عقبات وسيكون هناك تحديات، وأيضا لا نغفل أن هناك جوانب إيجابية. في برامج الدراسات العليا دائما مستويات، ينتقل الطالب من مستوى لمستوى آخر وليس ساعات، فهذا قد يكون العملية أسهل وأوضح لي يعني تحول في النظام من عملية الساعات كما ذكره الزملاء. الزملاء مشكورين، تحدثوا كثيرا حقيقة عن التحديات وبعض التحديات التي تواجه هذا التحول، لكن أبشركم نحن في الله الحمد في عمادة الجودة لن يكون هناك تحديات كبيرة بما يخص الاعتماد أو تجديد الاعتماد.